السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح السناتور لينسي جرام زعيم الاقليه الجمهوريه باللجنه الفرعيه لاعتمادات العمليات الخارجيه بمجلس الشيوخ الامريكي، وده بحضور سامح شكري وزير الخارجيه واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه. خلال اللقاء اكد الرئيس السيسي اهميه تكاتف الجهود الدوليه لوقف الحرب في غزه ومنع توسع تداعياتها إنسانيا وأمنيا، وحذر من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية. امبارح كمان مصر سلمت 3 مليون جرعة من لقاح الحمى القلعية للأشقاء في أوغندا، وده تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة سبل الدعم والمعاونة للأشقاء في جمهورية أوغندا لمواجهة الآثار الناجمة عن تفشي مرض الحمى القلعية ومساعدتهم في السيطرة على المرض. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي السناتور لينسي جراهام زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. خلال اللقاء أكد الرئيس السيسي أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب في غزة ومنع توسع تداعياتها إنسانياً وأمنياً، محذراً من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية اللي بيعاني منها أهالي القطاع، فضلاً عن انعكاساتها على الأمن الإقليمي. كما أكد ضرورة انخراط كافة الأطراف بجدية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بما يسمح بالتقدم نحو تطبيق حل الدولتين يكون المسار الأمثل لضمان العدل والأمن المستدام بالمنطقة. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جهود وزارة الكهرباء بشأن دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن بدء تلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة بالمشاركة في المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة المنشأة عن طريق القطاع الخاص، والتي سيسمح لها باستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة لمستهلكين جدد على شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة سبل الدعم والمعاونة للأشقاء في جمهورية أوغندا لمواجهة الآثار الناجمة عن تفشي مرض الحمى القلعية ومساعدتهم في السيطرة على المرض، أقلعت طائرة نقل عسكرية من طراز C-130 من قاعدة شرق القاهرة الجوية لدولة أوغندا محملة ب 3 مليون جرعة من اللقاح الثلاثي للحمى القلعية من إنتاج معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وإدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار تعزيز آفاق التعاون المشترك بين القوات المسلحة ومختلف المؤسسات والجهات المعنية بالدولة لتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والقدرات العلمية والهندسية المتاحة لدعم جهود التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وقع اللواء أستاذ الدكتور معتز إبراهيم أبو النور مدير الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. يهدف البروتوكول لقيام مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية بتقديم الخدمات الاستشارية الهندسية في المشروعات المختلفة اللي بتنفذها الشركة. امبارح تم تنظيم المؤتمر العربي 22 لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية على مدار يومين بمجمع المؤتمرات والاحتفالات بأكاديمية الشرطة بمشاركة ممثلي وزارات الداخلية والعدل في 13 دولة عربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة نايف للعلوم الأمنية وممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. شهد المؤتمر استعراض التجارب الوطنية للدول المشاركة في مجال تطوير المؤسسات العقابية، وعلى هامش فعالياته تم تنظيم زيارة ميدانية للوفود المشاركة لمجمع مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان. تضمنت جولة تفقدية لعدد من المنشآت بمركز الإصلاح والتأهيل، شملت المركز الطبي والاطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء.